الاختيار المصري كان من أهم الأعمال المصرية اللي حققت نجاح كبير هذا العام، وتحديدا ضيفنا اللي نور بيت للكل ونقدر نقول عليه صديق البرنامج، النجم الإعلامي الفارقة في رمضان الماضي خالد الصاوي. لما كنت تتابع الجزء الأول والثاني كمتلقي، كيف كنت عم تشوف هذا الجزء العمل؟ الجزء الأولاني حبيته قوي، الجزء الثاني حسيت بالغيرة، الجزء الثالث شاركت فيه الحمد لله. بتسلسل واضح. سؤالي الثاني، هل قابلت خيرة الشاطر على أرض الواقع؟ لا، ما قابلتش ولا مرة خيرة الشاطر. وكان في شخص أعرفه وقابله أكتر من مرة، بعد كده عرفت في ناس تانية، وفي واحد طلع صاحبي قال لي ده أنا كنت ضابط كان في مصلحة السجون، اللي هي كان اسمها مصلحة السجون ودلوقتي الحماية المجتمعية، وفيها تطوير على فكرة هايل احنا عاملينه، ورحت صورت فيها طبعا. انا بقول بس عشان زي ما بنشاور على الوحش نشاور على الكويس. فقال لي انا كنت حراس عليه، كنت اقول لي كنت اقول لك حاجات كتير، فقلت له لا خلاص ده فات الوقت. المهم ان انا ساعتها فجيت لما قلت لكم قعدت اذاكر بتركيز على الفيديوهات دي والفوتوغرافيا والزيادة. وخلاص ما رضيتش اخش في مصادر تانية. المره دي انا حسيت ان انا الاسلوب اللي حوصل بيه للشخصيه دي بالاحساس بالخيال، يا وصلت صح يا رسمت شخصيه مش مظبوط. بس خطر هذا الموضوع، خطر لانه الشخصيه مؤثره داخل جماعتها. احنا كفلسطينيين بجوز من اكثر الناس اللي عانينا من الارهاب بنوع كامل، من دوله عم بتحاول تبتلعنا للآخر، وإحنا شاعرين فيكم، شعرنا في كل لحظة، لأنه مصر هي دائماً خط الأمان في الوطن العربي. قديش كان إحساسك وإنت بتقدم خيرة الشاطر بهاي المسؤولية الوطنية، مش بس لمصر، كمان لكل دول العربية؟ جزء أساسي من المصرية، يعني being Egyptian أو أن تكون مصرية، مصرياً جزء أساسي من تراث مصر وثقافتها هي المحيط العربي بتاعها. يعني ده ايه؟ لو لازم تكونوا موجودين لو كنتوا موجودين مثلا في مصر في 2000 ده كنتوا صغيرين قوي، بس يعني لو شفتوا لما عن انتفاضه الولاد الصغيرين اللي في ابتدائي طالعين، مين قال لهم؟ يعني صحيح، غير انه مشبع بحاجات معينه جوانا في ترتيبه كده، انت دائما محتاج لعائله، والعائله دي هتاخد منها وهتديها، وبل هتديها اكتر، لازم انت هتستفيد من النهايه، بس لازم يبقى عندك ده.